والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. هسو مش نلاقي الميدان نتعتصم نتعبر في راينا غنا نشني الرافضين رفضا كاملا لكل ما تيقى المؤتمر الوطني العام. نشني يهم شانغ المؤتمر الوطني نغسل حقوقنا كما يسوق مما يسوق زيت رب العالمين. نشني الحقوق انك قد دسترت قل لغة قد يغري قد لابد سيد لابد نشني ان انوي الحقوق انك نشني ان شاء زايد الحديث تظهر دراه غرم الخطوات جاية ده هم تنفذ هو اللي نقير هم تنفذ قد كل متى يما المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا اراه تحت السيطرة والتنفيذ بدون رجوع. فليعلم المؤتمر الوطني وليعلم حكومة علي زيدان أننا نحن موجودون في هذا الإطار موجودون على أرضنا وأرض بلادنا. بالذات إن شاء الله ديما درن ان شاء الله راح من جماعه المؤتمر داغ تبتنس قد الدستور الوقت النظر شي ناس ونسد هنجدد اذا من يبشرنا اللي نمشي ندفر وين التمور نمشي ندير التمور تنا كالتمور التمور ليبيا تكون ندير بنا اللغة تنا الهوية تنا الثقافة تنا المواطن تنزل شاف الناس مهما كانت الاسباب والمسببات نمشي ندير تويلون دي ليبيا نمشي دا منا سمعي سنكر نكر التمور تفكول نما يا بنغازي ديال الجنوب نمشي ندير بعضنا ليبيا تكمن ليبيا تلف كل فوق الجميع والله اكبر الله اكبر ربي ان ينصر جميعا يا رب العالمين. دابا هذا كون سامور المزيغ مزوره كتمور ليبيا تعطس ما نشني ناس هم بتقول الحكومة ليبيا المؤتمر الوطني ولا غير شغل ندسر اولا الدستور تغوص تواني تمور تكملو تغيش يعني تعطس ما بشر سلمين امام كنان ومغيش يعني جاي شوشر ايضن تعتبر نزر من الحق غير الدوات شي يكمل وغنوشي نشيس الحق تقرا ولا نقيل في المزايد اللي بشير من ربنا ترحم ان شاء الله جنة دي ضرب فينا في خاطر تغوص تواني لكن غرمي وليش هم الاسلام غير ان توزر حنشني نقولوا لنا غاني قراو تغوص تنقار دهم بالتبديل ما عادش طولها بعد السيطرة ان شاء الله.
باش نوصل للعالم يكمل دي ليبيا يكمل ورابهم دي مازيغ جميع اللجنه العراق الانجليبيا الهانيت انا نشنين ما طولتيش لين انت لازم تودي سرت مازيغ لان دغنيك الحق الوطن تقمص ليبيا ليبيا تكرش لما كان ليبيا نكون غرس نفس الحقوق لا صار دوله العدل المساواه باش تكر ليبيا ترمير.